حركة السادس من أبريل من المنظمات السياسية النشطة والمثيرة للجدل في مصر، وقد لعبت أدوارا بارزة في التظاهرات الشعبية ضد نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. الحديث عن الحركة يأتي إثر حكم قضائي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطتها ومصادرة ممتلكاتها، وذلك إثر دعوة اتهمتها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية وبالتخابر مع قوى أجنبية. حركة السادس من أبريل تأسست لدعم إضراب عمال الغزل والنسيج في المحلة الكبرى في السادس من أبريل 2008 خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ثم برزت لاحقا بين الحركات المعارضة له وقادة التظاهرات ضده حتى إسقاطه في فبراير 2011، حيث كانت الحركة من أوائل المنظمات في الدعوة إلى ثورة 25 من يناير. أغلب أعضاء الحركة من الشبان الذين لا ينتمون إلى تيار أو حزب سياسي معين، وتحرص الحركة على عدم تبنيها لأيديولوجيا معينة حفاظا على التنوع الأيديولوجي داخل الحركة. في أعقاب سقوط مبارك تعرضت الحركة لحملة تشويه ضارية اتهمتها بالعمالة وعدم الوطنية، والحركة لم تتحول بعد إلى حزب سياسي، وتفضل بقاء وضعها الحالي إلى حين يتضح فيه المشهد في مصر. هناك خلافات داخلية في جسم الحركة وانقسامات بشأن طائفة من القضايا، مثل انعدام الشفافية في عملية صنع القرار ودعم جماعة الإخوان المسلمين والمشاركة في دورات تدريبية خارج البلاد بشأن الديمقراطية، وتشوب علاقات الحركة مع الإخوان شيئا من الغموض. وفي السابع من أبريل الجاري أصدرت محكمة مصرية حكما بتأييد سجن اثنين من قادة حركة السادس من أبريل، هما أحمد ماهر ومحمد عادل، 3 سنوات لاتهامهما بخرق قانون التظاهر.